صباح الخير واهلا وسهلا بكم متابعيني الاعزاء بقناتي باليوتيوب. بصراحه مو كل المتابعين بيعرفوني انه انا سوري، لانه موجود بتونس صار لي تقريبا 8 سنين، اكثر من 8 سنين بشوي. فلما احكي ما بيعرفوني انه انا سوري، يعني لهجتي التونسيه صار تقريبا 80% في تونسوري. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. حبيت نعرف بروحي أكثر. أنا اسمي محمد من سوريا، متزوج من تونسية، عندي بنوتة ولا كما تقولوا عندي بنية، وعايش في تونس في القروين. الحمد لله اليوم الطقس مزيان، سخانة 38 مازالت. الأيامات اللي فاتوا فما نهار وصلت 50، معناها 44 45 كل يوم كيفاش. والحمد لله الحمد لله الطقس هذا مقبول، ان شاء الله ربي يرحمنا وديما نبقاو على تواصل ان شاء الله. نهاركم زين.